الثامن الإمام أحمد ابن أبي طاهر أبو حامد الإسفرايني رحمه الله المتوفى 406 للهجرة. قال ابن كثير شيخ الشافعية بلا مدافعة. وابن كثير كما لا يخفى أيضا من أعيان الشافعية وله طبقات الشافعية. قال في كتابه طبقات الشافعية عن الإسفرايني قال شيخ الشافعية بلا مدافعة. كان يقال له الشافعي الثاني. كان يقال له الشافعي الثاني هكذا قال ابن كثير رحمه الله. قال أبو الشيخ أبو الحسن الكرجي رحمه الله كان الشيخ أبو حامد الإسفرايني شديد الإنكار على الباقلاني وأصحاب الكلام، ولم تزل الأئمة الشافعية يأنفون ويستنكفون أن ينسبوا إلى الأشعري. هذا يقول الكرجي رحمه الله، قال كان لم يزل أئمة الشافعية يأنفون ويستنكفون أن ينسبوا إلى الأشعري ويتبرؤون مما بنى الأشعري مذهبه عليه، وينهون أصحابهم وأحبابهم عن الحوم حواليه، على ما سمعت عدة من المشايخ والأئمة منهم الحافظ المؤتمن ابن أحمد بن علي الساجي يقولون سمعنا جماعة من المشايخ الثقات قالوا كان الشيخ أبو حامد أحمد بن أبي طاهر الإسرائيلي رحمه الله إمام الأئمة الذي طبق الأرض علما وأصحابا، إذا سعى إلى الجمعة من قطيعة الكرخ إلى جامع المنصور يدخل الرباط المعروف بالزوزي المحاذي للجامع ويقبل على من حضر ويقول اشهدوا علي بأن القرآن كلام الله غير مخلوق، كما قال أحمد بن حنبل لا كما يقول الباقلاني، وتكرر ذلك منه جمعات. فقيل له في ذلك لما يعني تقول هذا وتكرره؟ قال حتى ينتشر في الناس وفي أهل الصلاح ويشيع الخير في أهل البلاد أني بريء مما هم عليه وبريء من مذهب أبي بكر الباقلاني، فإن جماعة من المتفقهة الغرباء يدخلون على الباقلاني خفية ويقرؤون عليه ويفتون بمذهبه، فإذا رجعوا إلى بلادهم أظهروا بدعتهم لا محالة، فيظن ظان أنه مني تعلموه قبله وأنا ما قلته وأنا بريء من مذهب الباقلاني وعقيدته. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.